بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن أعطينا الجزء الأول وأعطينا مجموعة أمثلة، إيش الخطوة التالية؟ الآن إحنا لما كتبنا الدورة أو أعطينا مجموعة الفيديوهات كانت الصورة ما هي واضحة، كانت الصورة ما هي واضحة. لما أعطينا بعض الأمثلة، لما وضحنا بعض الأمثلة، يعني جينا وكتبنا مثلا زي مثال الكتاب وخير مثال الكتاب، مثلا لما جينا وضحنا مثلا بعض الأمثلة زي الكتاب والسترينج، طبعا هي مية أمثلة كثيرة وفي بعض الأشياء ما طبقنا عليها زي سويتش وغيرها، لكن هذه حتيجي قدام ما عندك مشكلة. المهم إننا عرفنا كيف نسوي كلاس، كيف نسوي العلاقات بين الملفات. أغلب المبرمجين لما يجي يشتغل، تمام، لما يجي يشتغل هو ما عنده إيش، ما عنده إلمام بموضوع السينتكس، فهذا اللي مسبب المشكلة. إحنا هنا كان تركيزنا على السينتكس، على السينتكس يعني كيف يعرف يكتب. ولما أعطينا الأمثلة وريناك كيف ترتب كود، وحاولنا نذكر أغلب الأشياء المهمة اللي كانت موجودة في الدروس اللي موجودة هنا. بكذا نكون إحنا أنهينا الجزئية الأولى أو الجزء الأول. كذا أنت الآن نظرتك للجافا أفضل من نظرتك قبل ما تبدأ. عشان أوضح لك، أنت إحنا لما أنت كنت في المكان هذا، لما أنت كنت في المكان هذا كانت أشياء كثيرة صعبة عليك في الجافا، وكان بينك وبين اللغة حاجز. لا تنسى هذا الشيء عشان أوضح لك أنت فين وصرت فين، حاجز. الآن أنت بعد ما فهمت الأمور هذه، أنت انتقلت من فوق الحاجز هذا وجيت هنا لحاجز ثاني، جيت لحاجز ثاني، جاتك تساؤلات كثيرة ما أنت عارف جوابها، بس الآن مستواك اتطور. هذا اللي إحنا نهدف له. نيجي هنا بنفس الطريقة، والأشياء اللي نقصت هنا مثلا في شيء ما أعطينا فيه مثال يتعوض قدام، ما هي مشكلة، يعني ما هي قضية. الآن لاحظ أنت الآن زي الألعاب، كأنك في مرحلة ثانية، كأنك في مرحلة ثانية. بسألك سؤال بالمنطق، هل مستواك هنا يوم وصلت هنا كان نفس اللي هنا بعد ما انهينا الدورة البسيطة دي؟ طبعا لا، اتضحت أشياء كثيرة. بنفس المبدأ لا تستعجل، حتجي هنا وحتنتقل للمكان اللي موجود هنا بإذن الله. لا تستعجل، لا تستعجل، عشان يكون هنا انت الآن معك أساسيات بسيطة لكن بشكل قوي، مو أي كلام، عارف معنى كل شيء كتب. بنفس الطريقة حتعرف معنى كل شيء كتب وتنتقل. هذا هو التعليم، والتعليم اني البرنامج يكون هنا واحنا نحتاج مثلا 4-5 انتقالات بالشكل هذا. شوف اللي يصير، انا احتاج 5-6 انتقالات. طيب واجي هنا، لاحظ اللي يصير عندنا للأسف عشان اوصل للمكان هذا. شوف ايش اللي يصير، اللي يصير ببساطة انه البرمج يبغى من هنا يوصل هنا. هذا الكلام ما يصير ولا يعقل. الآن خلاص اعتبر نفسك مبرمج من الجزء الأول، مبرمج في الجزء الأول، بانت لك أشياء كثيرة. بنفس الطريقة حتبان لك أشياء أخرى كانت غامضة. بنفس الطريقة لما نأخذ الجزء الثالث بعد كده نقدر نبرمج. وأنا سبق وشرحت هذا الكلام ووضحته، لكن أبغى أوضحكم، لا تتسرعوا يا ناس، لا تتسرعوا، وحتلقى خير إن شاء الله، حتصبح إن شاء الله مبرمج محترف. بس ما في أحد ورد من بطن أمه متعلم، ولازم العلم يبغاله جهد ويبغاله صبر. عشان كذا أصبر معايا، إحنا الآن كذا نكون غلقنا الجزء الأول تبع جافا، وأسأل الله إنه يكرمنا ويتقبل مننا، وكل شيء بفضل الله، وكل شيء تم بشكر الله. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإنشاء الجزء الثاني. ولا تنسوني ووالدي ووالدتي من الدعاء، وأن يرحمهما ربي كما ربياني صغيرا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.